بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. وموضوع درسنا لهذا اليوم هو حل اختبار الفصل الثامن. تعالوا بينا نشوف أهداف الدرس. الهدف الأول إيجاد مساحة أشكال هندسية. الهدف الثاني إيجاد مساحة الأشكال الهندسية المركبة. الهدف الثالث إيجاد حجم المنشور والأسطوانة. ننتقل إلى فقرة استعد. نتذكر مع بعض القوانين الآتية. أول حاجة، مساحة المثلث نص قف عين، يعني نص حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع. مساحة متوازي الأضلاع بيساوي قف ضرب عين، يعني حاصل ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة الدائرة طا نق تربيع، حيث طا نسبة تقريبية إما بتساوي 3.14 أو 22/7 ونق ونصف قطر الدائرة. مساحة شبه المنحرف تساوي نص عين في قاف واحد زائد قاف اتنين، يعني نص حاصل ضرب الارتفاع في مجموع القاعدتين المتوازيتين. مساحة المستطيل لام ضرب ضاد، أي حاصل ضرب الطول في العرض. مساحة المربع طول الضلع في نفسه أو الضلع في الضلع. تعالوا بينا نشوف مثال واحد. مثال واحد بيقول لي أوجد مساحة مثلث طول ضلع قاعدته 15 متر وارتفاعه 8 متر، يعني مديني طول القاعدة وطول الارتفاع. طيب أنا عندي قانون مساحة المثلث بيساوي إيه؟ مساحة المثلث نص قاف ضرب عين، أي نصف حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع، يتم التعويض عن القاعدة ب 15 والارتفاع ب 8، يبقى نص ضرب 15 ضرب 8 يطلع لي في النهاية إن مساحة المثلث بتساوي 60 متر مربع. تعالوا بينا نشوف مثال آخر. مثال 2، أوجد مساحة متوازي الأضلاع طول ضلع قاعدته 9.6 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر. طيب أنا دلوقتي هشوف مساحة متوازي الأضلاع بتساوي إيه؟ أتذكر القانون، مساحة متوازي الأضلاع قاف ضرب عين، أي حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع، هنعوض عن القاعدة بتسعة وستة من عشرة وعن الارتفاع بتمانية، يبقى 9.6 ضرب 8 يطلع لي إن مساحة متوازي الأضلاع بتساوي 76.8 سنتيمتر مربع. ننتقل إلى المثال التالي. أوجد مساحة شبه المنحرف قاعدتاه المتوازيتان 5 متر و 8 متر وارتفاعه 6 متر. يبقى أنا عندي هنا القاعدتان المتوازيتان قاف 1 وقاف 2 ب 5 و 8 على الترتيب، والارتفاع عين بيساوي 6. أكتب القانون، مساحة شبه المنحرف تساوي نص عين في قاف 1 زائد قاف 2، يبقى نص ضرب العين ب 6، قاف 1 عوض عنها ب 5 وقاف 2 ب 8، وبإجراء العملية الحسابية نص ضرب 6 ضرب 8 زائد 5 يطلع لي إن مساحة شبه المنحرف 39 متر مربع. ننتقل إلى المثال التالي. أوجد مساحة دائرة طول قطرها يساوي 20 سنتيمتر. لما يديني طول القطر لازم أجيب نصف القطر. طيب كيف أجيب نصف القطر؟ نصف القطر طبعا لو قسمنا 20 على 2 هيديني 10. اعوض في القانون اللي هو مساحة الدائرة طا نق تربيع، هعوض عن الطا 3.14 ضرب نق عوض عنها ب 10، يبقى 3.14 ضرب 10 تربيع يطلع لي الناتج 314 سنتيمتر مربع. ننتقل الى المثال التالي. اوجد محيط الدائرة في الشكل المقابل، مديني في الشكل نق بخمسة سنتي. نعلم أن محيط الدائرة يساوي 2 طا نق، يبقى 2 ضرب الطا عوض عنها بقيمتها اللي هي 3.14 ضرب نق اللي هي بخمسة، وبإجراء العملية الحسابية للضرب ينتج أن محيط الدائرة 31.4 سنتي
متر. ننتقل إلى المثال التالي. أوجد مساحة الشكل المركب الآتي الموضح بالرسم. واضح عندي الرسم، هذا الشكل عبارة عن مثلث قائم الزاوية ونصف دائرة. طيب المثلث قاعدته 12 وارتفاعه 16، والنصف دائرة قطرها 12 سنتي، يبقى استنتج ان نصف قطرها نقسم القطر على 2 هيبقى 12 على 2 ب 6 سنتي. طب احسب مساحة الشكل المركب ازاي؟ اجيب الاول مساحة المثلث، نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص ضرب 12 ضرب 16 يطلع لي ان مساحة المثلث بتساوي 96 سنتي متر مربع. مساحة نصف الدائرة نص طانق تربيع، يبقى نص ضرب 3.14 ضرب 6 تربيع هتساوي في النهاية 56.52 سنتيمتر مربع. يبقى أنا عندي دلوقتي جبت مساحة المثلث ومساحة نص الدائرة، عشان أجيب مساحة الشكل أجمع المساحتين 96 زائد 56.52 يطلع لي إن مساحة الشكل الكلية 152.52 سنتيمتر مربع. كده احنا حققنا الهدف الاول اللي هو ايجاد مساحة الاشكال، والهدف الثاني اللي هو ايجاد مساحة شكل مركب. تعالوا بينا نشوف الحجوم. متوازي مستطيلات ابعاده 6 و8 و10، عايزين نجيب حجمه. انا عندي حجم متوازي المستطيلات يساوي لام في ضاد في عين، اي الطول في العرض في الارتفاع، اي حاصل ضرب الابعاد الثلاثة، نضرب 6 ضرب 8 ضرب 10 يطلع لي 480 سنتيمتر مكعب، وهذا هو حجم متوازي المستطيلات. نشوف مثال آخر. أوجد حجم منشور ثلاثي قاعدة مثلث ضلع القاعدة 8 سنتي وارتفاع القاعدة 6 سنتي وارتفاع المنشور 10 سنتيمتر. هجيب مساحة القاعدة، مساحة القاعدة نص في 6 في 8، نص القاعدة في الارتفاع، يطلع لي ان مساحة المثلث اي مساحة القاعدة 24 سنتيمتر مربع. اطبق القانون اللي هو حجم المنشور يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع اي قاف ضرب عين، يبقى 24 ضرب 10 يطلع لي ان حجم المنشور بيساوي 240 سنتيمتر مكعب. ننتقل الى المثال التالي. أوجد حجم أسطوانة نصف قطرها 7 سنتيمتر وارتفاعها 10 سنتيمتر. هنا في نقطة مهمة جدا، هعوض عن حجم الأسطوانة بيساوي طا نق تربيع عين، بس هنا طا أمامي قيمتين، إما أختار 3.14 أو 22/7. يبقى أنا هختار الأقرب للصح والأفضل 22/7، لأن نصف القطر بسبعة، يبقى نعوض عن طب 22/7 ضرب 7 تربيع في 10، ينتج أن حجم الأسطوانة 1540 سنتيمتر مكعب. نشوف مثال آخر. أوجد حجم أسطوانة قطرها 20 سنتيمتر وارتفاعها 10 سنتيمتر. يبقى لو جبنا نصف قطر الأسطوانة هنقسم 20/2 هيطلع لي 10 سنتيمتر. نعوض مباشرة في القانون حجم الأسطوانة طا نق تربيعين، يبقى 3.14 ضرب 10 تربيع ضرب 10 اللي هي الارتفاع، وبالتالي ينتج أن حجم الأسطوانة 3140 سنتيمتر مكعب. نشوف مثال آخر. أوجد حجم منشور رباعي قاعدته مربع طول ضلعه 7 سنتي وارتفاع المنشور 8. تعالوا بنا نجيب مساحة القاعدة، مين يذكرني بمساحة المربع؟ مساحة المربع الضلع في نفسه، وبالتالي قاف اللي هي ترمز إلى مساحة القاعدة يعني مساحة المربع، نضرب الضلع في نفسه 7 ضرب 7 ينتج أن قاف وهي مساحة القاعدة بتساوي 49 سنتيمتر مربع. بعد كده أطبق القانون إن الحجم يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى 49 ضرب 8 هيساوي 392 سنتيمتر مكعب، وهذا هو حجم المنشور. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم مني أطيب الأمنيات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.